على مر آلاف السنين نظرت البشرية برهبة إلى أبو الهول. إنه تمثال نصفه إنسان ونصفه الآخر وحش. إنه الرمز الأكثر غموضاً على وجه الأرض. للبعض يرمز للقوة وللبعض شيء مرعب. ما هو؟ من بناه؟ ولماذا؟ عالم رائد في المصريات جمع الأدلة التي ستقوده إلى صانع أبو الهول، إلى فرعون عظيم نسيه التاريخ. لقد اكتشف قصة صنع أقوى رمز عرفه العالم القديم. في كل مرة تنظر فيها إلى أبو الهول ترى أموراً جديدة. أخذه بحثه في رحلة إلى العالم القديم، رحلة غيرت شكل الأسطورة القديمة، وتمكن من اكتشاف قصة هذا اللغز، وتم اكتشاف لغز أبو الهول العظيم. فراعنة مصر القدماء أدهشوا العالم بالأنصاب المذهلة. نحن نعرف بناة أهرامات الجيزة الكبيرة وكيف بنوا هذه الغابة من الحجارة، لكن أكثر آثارهم شهرة ما زال لغزا حتى يومنا هذا. إنه تمثال أبو الهول. قبل 4500 سنة في مملكة مصر القديمة أمر الفرعون ببناء نصب لا مثيل له، وبدأ الحرفيون العمل عند هضبة الجيزة قرب مدينة القاهرة. بنوا تمثالاً أصبح من أغرب الرموز الموجودة على الأرض. في ثلاثينيات القرن الماضي فقدت قصة هذا الفرعون بسبب خطأ في الكتابة عندما شطب عالم آثار اسمه من التاريخ، لكن التمثال الذي بناه ذلك الفرعون نجا، ويقف اليوم إلى جانب أعظم أهرامات تم بناؤها، وأصبح المعلم الأشهر في مصر. يعد تمثال أبو الهول بارتفاعه البالغ 18 متراً وطوله البالغ 73 متراً أضخم تمثال في العالم، صنع من صخرة واحدة. إنه لغز كبير أثار بشكله الغريب المكون من رأس فرعون وجسد أسد ردود فعل كثيرة. غير اليونانيون اسمه في محاولة لطمسه من الأذهان، وجثى عنده قديماً الكثير من الأباطرة، وهاجمه صائدو الكنوز وأطلق جنود عليه النار، لكن أبو الهول نجا من كل ذلك. في كل سنة يقف آلاف الزوار أمامه متسائلين، ما هو؟ ماذا يعني؟ من بناه؟ ولماذا؟ اليوم يعتقد العالم الرائد فاسيل دوبريف، وهو عالم آثار مصرية، أنه وجد إجابات الأسئلة التي حيرتنا لآلاف السنين، وهو يعيد مع الخبراء كتابة التاريخ ويدرس مع عالم الجيولوجيا طبيعة صخر تمثال أبو الهول. يدين هذا المكان إلى المتحجرات، إلى المخلوقات عديمة القيمة التي كانت تسبح هنا قبل 40 مليون سنة. مع وجود خبير في المعدات القديمة اكتشفوا طريقة نحت التمثال. تعد الأدوات التي اخترعها وطورها قدماء المصريين متقدمة عن التي نملكها اليوم. طريقة النحت أظهرت المهارات التي حولت قطعة من الصخر إلى أهم تمثال في العالم. أمضى فاسيل دوبريف أكثر من 20 سنة يبحث عن قصة صنع أبو الهول، سكن القاهرة وأصبح التمثال محور حياته. لقد فتنه شكله الغريب. لقد سحرتني تركيبته المكونة من جسد حيوان ووجه إنسان. خلال تحقيقه حاول الدكتور فاسيل تخيل حياة المصريين القدماء، وتحول الأمر إلى رحلة أخذته إلى المملكة القديمة. رغم أن أبو الهول من أكثر الأنصاب المعروفة والمدروسة، فإن فاسيل لم يقتنع بتفسيرات علماء الآثار حول من صنعه ومن المقصود بشكل وجهه. كان يعتقد أن شكل الوجه يعود إلى الفرعون خوفو أو الفرعون خفرع.
أبو الهول أحد أكثر المعالم أهمية في مصر، ولا نستطيع تحديد هوية صاحبه بشكل أكيد. عندها قلت لنفسي يوجد ما أستطيع عمله، فالباب مفتوح أمامي. من أجل اكتشاف قصة أبو الهول توجب على فاسل تخطي الكثير من المصاعب التاريخية في هضبة الجيزة خارج القاهرة. توجد هنا قبور الفراعنة وعائلاتهم، صنف علماء الآثار ورقموا كل قبر، فأصبح المكان من أكثر المواقع التاريخية تعقيداً في العالم. يقع في منتصف كل هذا تمثال أبو الهول الذي ما زال يعد إلى اليوم اللغز الأصعب. لكن فاسل يعيد الآن رواية التاريخ. لم يكن سهلاً تتبع الأدلة. النهايات الخاطئة تخفي حقيقة الماضي. علماء الآثار صنعوا متاهة من الأفكار المتعارضة، وهي مشوشة بالأسطورة والتخمين. أول لغز يجب حله يسمى حلم ستيلا، وهو لوح حجري عملاق كتب بعد 1000 سنة من الانتهاء من بناء أبو الهول، وفيه تروى قصة أمير شاب توجه للصيد في هضبة الجيزة. في ذلك الوقت هجرت المنطقة تماماً. حين تحول النفوذ عن تلك المنطقة، ترك أبو الهول وحيداً في الصحراء مدفوناً بين الرمال إلى عنقه. لكي يحتمي من شمس الظهيرة اضطجع الأمير تحتمس تحت العملاق الصخري، وغلبه النعاس ورأى حلماً. تحدث إليه أبو الهول في حلمه قائلاً: إذا أزاح عنه الرمال حتى يصل إلى كفيه فإنه سيصبح ملكاً. وقد نفذ الأمير ذلك. أراد أن يذكره التاريخ كملك عظيم، لذا اخترع هذه القصة وشيد لوحة ستيلا بجانب أبو الهول، آملاً بأن يلتقط القليل من قوة أبو الهول لنفسه، وأن يذكره التاريخ ويذكر عظمته دائماً. يبدأ النص بتأريخ يشير إلى السنة الأولى من عهد تحتمس الرابع، لذا فمن الواضح أنها مجرد دعاية لنفسه، وقد نسج هذه القصة بعد أن أصبح ملكاً. رغم أن هذه القصة مختلقة، إلا أن دليلاً وجد ضمن النص، إذ إنه في جزء منه ذكر فرعون آخر وهو خفرع، الذي يعتقد أنه بنى أبو الهول مشابهاً لشكل وجهه، وقد أصبح اسم خفرع في المصريات مرادفاً لأبو الهول. كانت فكرة غير قابلة للنقاش، لا يمكن القول بأن أبو الهول شخص آخر، لا نقاش في ذلك، يجب أن يكون خفرع. جزء من فرضيات الإثبات يقول إن هرم الفرعون خفرع يظهر بشكل بارز وراء أبو الهول، بالإضافة إلى 2 من معابده صمم أحدهما ليكون أمام أبو الهول، لذا اعتقد العلماء أن خفرع هو من أمر ببناء أبو الهول. عندما درس فاسل مخططات أنصاب خفرع، وجد أن الممرات المتصلة تم بناؤها حول أبو الهول. لاحظت بسرعة أن خفرع تجنب أبو الهول، لذا فمن الواضح أنه عندما بنى نصبه كان أبو الهول موجوداً. هذا شكك فاسل في أن خفرع هو من بنى أبو الهول، أو أن يكون بني على صورة خفرع. إذا كان على شكل خفرع فلدينا مشكلة، لأن كل التماثيل التي تمثل خفرع توجد لها لحية، فلماذا يكون أكبر تمثال بدون لحية؟ الأمر غير منطقي، وهذه هي الحجة الرئيسية للقول إنه لا يمكن أن يكون لخفرع. عندما يحاول أحد أن يقارن وجه أبو الهول بوجه خفرع، يجد الاختلاف كبيرا في السمات. نحي خفرع الذي اعتقد المؤرخون أنه من بنى أبو الهول، وذلك من خلال تحقيقات فاسل الذي غير طريقة التفكير المسلم بها، وليتمكن من اكتشاف حل آخر عليه أن يفكر بطريقة المصريين القدماء، وعندها
فإن تحقيقاته ستقلب الحقائق التاريخية رأساً على عقب. لذا تخيل شكل تمثال أبو الهول في المملكة القديمة. عندما نزور أبو الهول في أيامنا هذه نتوجه إليه من الشرق قادمين من مدينة القاهرة، وأول شيء نراه هو وجه التمثال، وبالطبع خلفه هرم خفرع، فنشعر وكأنهما مرتبطان ببعضهما. لكنني حاولت تخيل الوضع في أيام الفراعنة، هل كانوا يأتون من هنا؟ على الأرجح كانوا يأتون إليه من الجنوب، أي من هناك. السبب هو أن شكل هضبة الجيزة حينها كان مختلفاً. كانت هناك شبكة من الممرات المائية، فأسفل التمثال بمئة متر كان هناك ميناء يربط بين قناتين حفرتا لجلب الحجارة من أجل بناء الهرم العظيم، ولم يكن هناك هرم غيره. اتجهت قناة إلى عاصمة المملكة القديمة التي سميت منفس، وكانت تمتد إلى الجنوب حيث كان يأتي ملوك المملكة القديمة إلى هضبة الجيزة. إذا توجهنا إلى أبو الهول من الجنوب فإننا لا نرى وجهه، ولكننا نرى صورة جانبية له، ونشاهد هرم خوفو بدلاً من هرم خفرع. خوفو من أشهر الفراعنة المعروفين لأنه بنى الهرم العظيم، أكبر هيكل حجري تم بناؤه. الآن يتحرى فاسل ما إذا كان أبو الهول يعود إليه أيضاً، فرؤية ملامح تمثال أبو الهول من الجانب أعطته إجابة أخرى. وبتحليل كيفية رؤية المصريين القدماء لعالمهم، فإن لغتهم الهيروغليفية وصورهم كانت لها علاقة بالشكل الجانبي. لدينا هنا مجموعة تعود لعصر السلالة الثالثة للمملكة القديمة. نرى هنا أن الفنان رسم ونحت الوجه بشكل جانبي وجعل الكتفين إلى الأمام، وإذا نظرنا إلى القدمين سوف نرى أن شكلهما جانبي أيضا. إذا نظرنا إلى أبو الهول من الجانب نجده متصلا مع هرم خوفو العظيم، لكن هل يحمل وجه التمثال شكل خوفو؟ هذا هو التمثال الوحيد لخوفو وهو صغير، إنه تذكار للفرعون الذي بنى الهرم الأكبر. رغم اختلاف القياسات يمكن أن نجد أن هناك تشابها. نشاهد أن ذقن خوفو في التمثال الصغير مربع، ولدى تمثال أبو الهول السمات ذاتها، وهي سمات خوفو المميزة. من الصعب إجراء مقارنة دقيقة لأن التمثال تعرض للأذى بشكل كبير. في الحقيقة لم يعد شكل وجه التمثال كما كان عليه في السابق، لقد تضرر بشدة، الأنف مفقود والعينان أعيد ترميمهما، وفمه محطم وأذناه نصف محطمتين. لمعرفة كيف كان شكل أبو الهول على فاسل أن يعرف لماذا شوه هذا النصب. بعد أن أزاحت حتمس الرمال عن أبو الهول هجر ثانية لألف سنة، وعادت الرمال لتغطيه مرة أخرى، وقد بدأ التدمير الحقيقي للنصب عندما دخل اليونانيون مصر. بإلهام من العملاق الحجري ابتدع اليونانيون وحشهم الأسطوري الذي كان عبارة عن مخلوق نسائي شرير. منذ ذلك الوقت أصبح المصريون مشوشين بسبب التمثال اليوناني، وهذا أمر كارثي. في القرن الرابع عشر الميلادي اعتبر أبو الهول صورة شريرة، حتى إن زعيماً قبلياً حاول أن يهدمه، لكنه لم يتمكن إلا من كسر أنف التمثال، وفيما بعد أحدث صائدو الكنوز أضراراً أكبر. عندما لا تتمكن من تحطيم صورة تبدأ بالخوف منها، وربما كان ذلك سبب تسميته أبو الهول، أي أبا الرعب، ومنذ ذلك الوقت بدأت الأساطير تحيط بهذا النصب. عانى وجه أبو الهول من أضرار لاحقة في القرن التاسع عشر عندما استخدم الجنود البريطانيون أبو الهول كهدف للتدرب عليه، مما أدى إلى إصابته بالأذى، وقد أعيد ترميمه فيما بعد. الآن يصعب التخيل أنه نحت من قطعة صخر واحدة. عثر على آثار في الموقع بما فيها جزء من لحية،
وإذا كانت لدى أبو الهول لحية فيما مضى فهذا يهدد نظرية فيسل، فهو يعتقد أن خوفو لم تكن لديه لحية. توجد اليوم أجزاء من اللحية في متحف القاهرة. لأم فيسل القطع مع بعضها ويشك بأنها من قطع التمثال الأصلية. هذا ما ندعوه باللحية المقدسة، وهي ذات نمط متعرج مميز، وهذه بضعة أجزاء تم العثور عليها في موقع البحث عند تمثال أبو الهول. ويبقى السؤال، هل كان لدى أبو الهول دائما لحية أم أنها أضيفت إليه لاحقا؟ لو أن لحية أبو الهول نحتت قطعة واحدة من وجه التمثال ومن الصخرة نفسها لكان أتلف الذقن عندما انفصل عنه، ولكن لا دليل. كانت لديه كسور قوية في الذقن، وهذا أمر مختلف. هذا مجسم لأبو الهول مع لحية مصنوعة من القطعة الصخرية نفسها. فصلوا اللحية عن الذقن فظهرت آثار كما نرى هنا. أما بالنسبة لأبو الهول العظيم في الجيزة، فلو كانت لديه لحية أصلية لتمكننا من رؤية آثار ذلك على وجه التمثال. يستنتج فيسل بأن اللحية أضيفت إلى أبو الهول لاحقا، فتحقيقه لم يكشف عن أي لحية من زمن بناء أبو الهول تتوافق مع هذا النموذج، وتمكن من تحديد نمط مشابه للحية المتعرجة بعد مرور 1000 سنة على بناء أبو الهول. تحقيقات فيسل توصلت إلى دليل جديد، فحتى الآن كان التمثال الصغير هو القطعة الوحيدة المتعارف عليها على أنها تمثل شكل خوفو. اكتشف فيسل تصويراً آخر لخوفو لم يدرس عن قرب، وهذا أعطى المزيد من القوة لحجته. لدينا 8 رموز معروفة بأنها تمثل وجه خوفو، ولا يوجد في أي منها لحية، لذا فإن الاحتمالات أكبر بأن أبو الهول يمثل خوفو. آخر دليل لدى فيسل يشير إلى أن خوفو إله بغطاء رأس مخطط بأسلوب مميز. غطاء رأس أبو الهول مثني، فيه ثنيتان صغيرتان وأخرى كبيرة، وهذا النمط يتكرر بتتابع. هذا النوع من الغطاء شوهد على الأقل مرة واحدة في أحد تماثيل خوفو. بعد مرور أكثر من 2 عقدين على البحث الجاد، تأكد فيسل من أن أبو الهول يمثل الفرعون خوفو. فالمظهر الجانبي ومعالم الوجه وعدم وجود لحية وعلامات غطاء الرأس، كل ذلك أقنعه بهذا الأمر. لكن أبحاث فيسل تأخذ الآن اتجاها آخر، لأنه يعتقد أن أبو الهول لم يتم بناؤه من قبل خوفو، بل من قبل فرعون آخر لا نعرف سوى القليل عنه، لأن التاريخ لم يذكر عنه شيئا. لكنه كان رجلا صاحب رؤية، وقد قوبلت أهدافه الكبيرة بأقل درجات الاعتراف. إنه الفرعون المنسي، صاحب أعظم نصب على وجه الأرض. أؤيد هذا الاقتراح، وأعتقد أنها المرة الأولى التي تطرح فيها فكرة أن أبو الهول تم بناؤه بعد موت خوفو من قبل ابنه جدفرا الذي خلفه على الفور. يعتقد فيسل أن جدفرا ورث دولة متفككة، فرأى أن يبني أقوى رمز عرف عبر التاريخ وليمكنه من إعادة السيطرة والقوة الملكية بعد انتهاء عهد أبيه. تشير جنازة خوفو إلى نهاية عهد فرعون قوي قاس. لقد بنى خوفو أعظم هرم في التاريخ، وكان أعجوبة العالم القديم. كان من الصعب على جدفرع مجاراته والوصول إلى سمعة أبيه. لقد استغرق بناء الهرم العظيم 20 سنة من العمل الشاق لكي يكتمل، وقد جاء بناؤه بعد الانتهاء من العمل بمشاريع والد خوفو المنهكة. بعد مرور 50 قرن من العمل المرهق، انهارت الروح المعنوية في البلاد. الانتهاء من بناء هرم خوفو كان من أصعب الأعمال التي أنجزها المصريون. يمكننا أن نتخيل أنه عند انتهاء العمل كان هناك الكثير من الناس الذين لم يعودوا يحبون الملك. رغم المشاكل، تحول جدفرع إلى فرعون حالم. اكتشف فيسل أن تأثيره غير من شكل هضبة الجيزة، لكن قصة عهده البارز أهملت حتى الآن.
كان يعتقد أن جدفرا انتقل من الجيزة بسبب انشقاقات في العائلة فأدار ظهره لها، لكن أبحاث فاسل تعتبر انقلابا على هذه النظرية. جمعت بعض الأدلة التي تظهر بشكل واضح أن الفرعون جدفرا كان له حضور قوي في الجيزة، وهذا الدليل كان معروفا، لكنه لسوء الحظ لم يترجم. كان السبب هو نشر عالم الآثار جورج رايزنر عمله النادر حول هضبة الجيزة، حيث وضع ادعاءات لا أساس لها من الصحة حول حياة جدفرا متنكرا للحقيقة. نتائج تحقيقات فاسل ستضع الحقيقة في طريقها الصحيح. كان جورج رايزنر عالم الآثار الأمريكي الذي نقب في هضبة الجيزة، والذي أصبحت طرقه في التنقيب معياراً للباحثين. لقد تبنى جورج رايزنر قصة مختلقة حول عهد جدفرا. كتب رايزنر بأن أصول جدفرا تعود إلى الفرع الليبي من العائلة، وأن العرش يعود إلى شقيقه الأكبر كواب، وظن رايزنر أن جدفرا حاول قتل أخيه للوصول إلى العرش. ليس لدينا دليل مؤكد يدعم هذه القصة، لكنها دونت في كتاب مشهور، وتدريجيا أصبحت هذه الرواية هي القاعدة، فجدفرا هو الشخص السيء وكواب هو الشخص المسكين. حول رايزنر ملحمة العائلة إلى تاريخ، وجعل من جدفرا متآمرا، ودعا رايزنر أن جدفرا قتل أخاه الأكبر كواب للاستيلاء على العرش، وهذا يفسر لماذا لم يبني جدفرا قبره في الجيزة حيث تشاجر مع عائلته بعد قتله أخاه. لكن بجانب هرم خوف العظيم تقع المقبرة الملكية، وهي عبارة عن متاهة من القبور، وهنا تظهر لنا أبحاث فاسل خطأ رايزنر. هذه أفضل صورة لدينا للأمير كواب ابن الفرعون خوفو وأخي الفرعون جدفرا، وقد صور هنا عند قبر ابنته بجانب الهرم العظيم. هذا هو الرجل الذي زعم أنه قتل من قبل جدفرا، لكن في داخل القبر لدينا دليل ينفي هذا الزعم، وهو قائمة تذكر أسماء الذين قدموا تبرعات إلى ابنة كواب، ويظهر فيها اسم جدفرا. إذا كان هو من قتل والدها، فلماذا يظهر اسمه هنا؟ عثر فاسل على دليل يتحدى كتب التاريخ، وبدأ يستكشف عهد جدفرا وما الذي فعله، وقد وجد أنه كان بناء حالما. أحد مبانيه العالية الرائعة موجود قرب الجيزة. في هذا الموقع نصب أعلى من هرم والده، لكن بناءه لم يكن ليقصم ظهر البلاد. يعد أبو رواش أحد أعلى المواقع الطبيعية هنا، وهو تقريبا بارتفاع قمة الهرم العظيم. إلى اليوم يعتقد علماء الآثار أن هذا النصب عبارة عن هرم، لكن فاسل هو أول من اقترح فكرة أن هذا البناء هو معبد للشمس بناه جدفرا ابن إله الشمس، ففي هذا الموقع يكون النصب أقرب للشمس من أي مكان آخر في مصر. أما التصميم من الداخل فهو الأول من نوعه، ولم يتطلب البناء سحب الحجارة إلى أعلى التلة. لقد قطعت حجارة هذا النصب إلى قطع هائلة، وقد دحرجت إلى الأسفل، وبدلاً من جر هذه الحجارة الثقيلة إلى الأعلى أنزلها جدفرا من الأعلى. أسلوب جدفرا في دحرجة الحجارة من أعلى استخدمه الفراعنة اللاحقون في بناء قبورهم الهرمية. بعد بناء هرم خوفو فإن كل الأنصاب والأهرامات التي تم بناؤها لاحقاً توجد فيها حجرات سفلية. إذا كان هذا هو معبد جدفرا فأين هو هرم قبره؟
حير هذا السؤال عقل فاسل، فقرر أن يعيد دراسة بعض الرسوم التي اكتشفها في موقع يسمى زاوية العريان. صادف فاسل اسم جيدفراع الذي كتب خلال السنة الثانية من عهده، فاعتقد أن هذا الموقع هو هرم جيدفراع الذي يحتاج كثيراً من الوقت للمتابعة. عندما صور هوارد هوكس فيلمه السينمائي، استخدم هذا الموقع لتمثيل بناء هرم خوفو العظيم. جيدفراع لم يدر ظهره لعائلته كما اعتقد رايزنر. لقد كان جيدفراع ملكاً تقليدياً، وكانت أعماله مشابهة لأعمال والده وجده، فقد بنى نصباً جديداً في موقع جديد تماماً كما فعل. بعد أن غادر جيدفراع الجيزة، عاد إليها وبنى أعظم نصب، إنه تمثال أبو الهول. لن يعرف أحد أبداً أول من فكر بنحت أبو الهول، لكن بناءه غير شكل هضبة الجيزة. لم تكن هناك حاجة لحمل الحجارة ولا لمجموعات من العمال لسحب الزلاجات المحملة بالصخور. كانت الحجارة الخام موجودة هنا، كانت توجد قطعة من حجر كلسي من أجود الأنواع، فنحتوها وحولوها إلى التمثال العملاق. أخذت الحجارة من الموقع وبكثرة بسبب استعمال خوفو الحجارة لبناء هرمه العظيم، تاركاً قطعة صخرية كبيرة ذات قاعدة مسطحة، وكانت هذه فرصة جيدفراع ليبني شيئاً استثنائياً. كان هذا أول تمثال ضخم، لقد أصبحوا الآن في فترة بناء الأشياء الضخمة، فقد بنوا الهرم الأضخم، ومن ثم بنوا أكبر تمثال، لقد بنوا أكبر نصبين في مصر إلى جانب بعضهما. لكن أبو الهول لم يكن فقط نصباً للفرعون، إن الأمر الذي جعله استثنائياً هو أن للتمثال هدفاً صعباً، فالتفكير الذي كان وراءه كبير بحجم أبو الهول نفسه. آمن الفراعنة بأنهم سيعيشون للأبد بعد موتهم، لكن هذه الحياة المستمرة كانت مشروطة ببقاء سلطة ورثتهم الفراعنة قوية على الأرض. كان جيدفراع مدركاً بأن والده أصبح أقل قوة في نهاية حياته، فحتى في عهد أبيه تمت مهاجمة قبر أمه، وكان هذا أسوأ ما يمكن أن يحدث، فاستهزئ بما يؤمنون به. دون احترام كل شيء سوف ينهار، فكرة الحياة بعد الموت هي الفكرة الأساسية لمصر القديمة. كان مستقبل الحضارة المصرية القديمة بين يدي جيدفراع، لذا حافظ على قوة أبيه في الجيزة ليضمن حماية الدعم الأرضي لحياة أبيه الأبدية. إن صنع مثل هذه الصورة الهائلة والمهمة لخوفو الإله والملك الميت سيحسن صورة الملك الجديد. لذا أعتقد أن هذا يفسر سبب بناء أبو الهول. احتاج جيدفراع إلى بناء صورة تثير الرعب في كل من يراها، وكانت النتيجة قوية وبدرجة عالية، وظل التأثير لا مثيل له حتى يومنا هذا. دعا فاسل نحاتا بارزا ليشرح له الطريقة التي تم بها نحت التمثال. كانت هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها أبو الهول. إنه رمز جميل وحجمه هائل، لم أرى من قبل شيئا منحوتا بهذا الحجم، إنني مندهش ويمكنني أن أبقى هنا طوال اليوم.
إن قلت بأنه رائع أكون قصرت، لأنه لا توجد كلمات لوصفه. كل ما يمكن للشخص فعله هو أن يمتع نظره به. فاسل أعطى غلين قطعة من الحجر الكلسي الذي نحت منه التمثال لينحت وجه أبو الهول. يبدو ناعما وطباشيريا. لنبدأ المحاولات فربما نصل إلى شيء. سأنتهي منه خلال فترة بسيطة قبل أن يحين موعد شرب الشاي. كالحرفيين المصريين القدماء يتوجب على غلين أن يضع الإشارات ليعرف من أين يقطع الحجر. عندما تنحت عليك أن تفكر بطريقة معاكسة، عليك أن تزيل الصخور الزائدة، ويجب ترك الأنف مع قطعة من الصخر من أجل الجبهة وقطعة أخرى من أجل الذقن. الأمر كإزاحة الماء من حول جسم ما، فكلما قل الماء بدأت القطع البارزة بالظهور. قبل أن يبدأ صنع غلين مجسما صغيرا ليساعده على العمل. أرى أنه من المفيد أن يكون لدي مجسم صغير ليساعدني في العمل. أضع بعض المقاييس الأساسية ومن ثم أقطع الحجارة الزائدة التي لا أريدها. لا أعلم ما إذا كان قدماء المصريين عملوا على نحو مشابه، ربما استخدموا مقياسا مشابها. لم يحاول أحد أن ينحت تمثالا بهذا القياس، وعلى عكس التماثيل الأخرى التي تم اختيار حجارتها بطريقة خاصة، استعمل البناؤون ما كان أمامهم بلا أخطاء، وهذا الأمر يعد تحدياً حتى الآن. في مصر القديمة لم تكن لدى الحرفيين أدوات حديدية للعمل بها، فكيف فعلوا هذا؟ لاكتشاف ذلك سأل فاسل دينيس ستوكس، وهو خبير في الأدوات المصرية القديمة، وذهل فاسل عندما عرف التقنيات المتطورة التي كانت لديهم. كانت لديهم أزاميل نحاسية لقطع حجارة تمثال أبو الهول. كانت لها حواف حادة لا تتأثر حتى بعد الاستعمال المتكرر، وهي أدق وأقوى في منطقة الرأس. إنها كالفولاذ الملفوف، وحواف هذه الأزاميل النحاسية حادة جدا. كان يعاد شحذ الأزاميل النحاسية باستمرار، لذا كان الحرفيون جاهزين بشكل دائم، واستعملت الأدوات النحاسية عند كل حافة إلى أن حصلوا على الشكل المراد. كان قدماء المصريين منظمين، ورغم أن تمثال أبو الهول أكبر تمثال تم نحته، فقد تطلب عدداً أقل من بناة الأهرامات. يمكننا أن نتخيل كيف كانت الحالة وقتها، وكيف أنه كان يوجد جهاز ضخم للسيطرة على العمال في كل مرحلة. وكان هذا الجهاز يبدأ بالفرعون الذي تمرر أوامره إلى رئيس وزرائه، ومن ثم إلى باقي الوزراء الذين ينقلون الأوامر إلى رئيس العمال. وكان هناك عمال يجرفون بقايا القطع الحجرية الكلسية من الموقع، ثم يتوجب عليهم صقل منطقة العمل، وقد كانوا يجلدون أولئك العمال. بعد أن عاش أولئك الرسامون الرائعون في العراء حياة قاسية، أمكنهم أن يروا المناطق التي تحتاج إلى المزيد من العمل. لدينا هنا قطعة ناعمة من الصخر وقد بدأت بفحصها أمس. نجد هنا طبقة من الصخر الناعم يبلغ سمكها حوالي 10 سنتيمترات. لدينا حجر كلسي جيد وصلب جدا، لذا كلامي السابق بأنني سأنتهي من العمل به خلال وقت قصير ذهب أدراج الرياح. هذا الحجر الكلسي الناعم من نوع ممتاز يصلح للنحت، لكن هناك خطر واحد،
فإذا لم تكن منتبها جيدا وتسببت بفصل قطعة الصخر الناعمة عن الطبقة الصلبة، سيظهر نوع من التقشير بين الطبقة الناعمة والطبقة الصلبة، ونحن بطبيعة الحال لا نريد أن نفقد قطعا من الوجه. يحتاج الاختلاف بين الصخر الناعم والصخر القاسي إلى الانتباه دائما. عندما بدأ الحرفيون بالعمل في المنطقة السفلى، بدأت نوعية الحجر الكلسي بالانحدار، وعند بدء نحت الجزء السفلي واجهوا شقا. تحرى فاسل عن هذا الأمر برفقة العالم الجيولوجي كولن ريدر. كان الشق الرئيسي يمتد من اليمين على امتداد الأرضية الرئيسية للتمثال وعبر كفيه والجزء الخلفي لأبو الهول. قال البعض إن وجود هذا الشق في الحجر الكلسي أثر على حجم التمثال. لم يعرف العمال ما إذا كان هناك امتداد للشق، وما إذا كانت ستقع مأساة. هذا يفسر سبب بناء أبو الهول بشكل طولي، ربما فعلوا ذلك ليتجاوزوا المشكلة ويعودوا إلى منطقة الصخر الجيد لإكمال مؤخرة التمثال. هل يساعد علم الجيولوجيا فاسل في حل ألغاز أخرى؟ هناك ادعاءات تقول إن تاريخ بناء أبو الهول يعود إلى 10 أو 30 ألف سنة مضت، أي قبل عهد جذفرع أو أي حضارة معروفة في المنطقة. إنها نظرية غريبة. مثل هذه النظرية ما كانت لتصمد أمام الصخرة. الربط الذي يمكن مشاهدته في جسم أبو الهول وفي الجدران ناتج عن عملية تكوين الحجر الكلسي الذي وجد نتيجة ترسب المواد في البحار القديمة قبل 40 مليون سنة. تآكل الصخر كما يقول كولن متفق مع الظروف الطبيعية للمنطقة. هذه الصخور لا تحتاج إلى 36 ألف سنة أو 10 آلاف سنة من هطول الأمطار لتتآكل وتظهر بهذا الشكل. في هذا الموقع تؤثر الظروف الجوية في الصخور خلال 4 آلاف من السنين. لدينا هنا احتكاك بالرمال في الأجزاء العليا وتأثيرات كيميائية. هذه الظروف تلعب دورا في التأثير على الصخور، فالتأثير الدوري لمثل هذه العمليات أدى إلى النتائج الموجودة اليوم. يحب علماء النظريات أن يحلوا الألغاز دائما، فهم يعطون أهمية كبيرة للقبور العشوائية كهذا القبر الذي بني متداخلا مع أبو الهول دون قصد عندما غطت الرمال جسد التمثال. لا توجد علاقة لهذا القبر مع الحجرات السرية لأبو الهول، وقد تم التحقق منه منذ فترة قريبة ولم يعثر على شيء فيه، وبناء على ذلك لا يوجد أي سبب للاعتقاد بأنه تم ربط القبر مع أبو الهول بطريقة مقصودة. يبدو أن البعض لا يريدون قبول الحقيقة، وهي أن أبو الهول تم بناؤه على أيدي بشر، وفي غياب الأدلة اتجه الكثيرون إلى الأساطير لتفسير قصة هذا التمثال. الباحثون في حضارة قارة أطلانتس الغارقة أوجدوا نظريات مختلفة، إحداها أن حضارة أطلانتس أقدم من الحضارة المصرية بكثير. أما نحن علماء الآثار المصرية فنبني معرفتنا على الحقائق الموجودة لا على الأفكار الأسطورية. بقي أبو الهول لغزاً لآلاف السنين، لكن أبحاث فاسل دوبريف كشفت عن أنه قد تم تشييده في عهد الفرعون المنسي جدفرع ليكون عرضاً لقوته كابن للإله الأكثر تبجيلاً عندهم، الإله رع. بحث جدفرع عن الاستقرار منذ بداية عهده، لكن ماذا يعني اسمه؟ إنه يعني أنا ابن الإله رع، وهذا معنى قوي جدا من وجهة النظر الأيديولوجية الآن. لقد بدأت فكرته تتبلور، وكان عليه أن يظهر بعض الفعل، وربما كان أول ما فعله هو تشييد أبو الهول.
بما أنه كان أول فرعون يطلق على نفسه اسم ابن إله الشمس، فقد كان أبو الهول الرمز المطلق لقوة جدفرع، فالأسد يرمز إلى الشمس. أما اندماج الأفكار في التمثال فيضمن لجدفرع النجاح في هذا العالم والعالم الآخر. توصل فاسل إلى أن تمثال أبو الهول كان جزءا من رؤيا جدفرع، فبعد أن أعاد قوة والده إلى الأرض خطط لمساعدته في حياته الأبدية. لفعل ذلك اخترع جدفرع شيئا استثنائيا آخر، فقد طلب صنع مركبين هائلي الحجم، ويعتقد فاسل أن هذا الأمر فريد من نوعه في التاريخ المصري، لأنه لم يتم تجميعهما، فقد تركت الأجزاء مطروحة، ثم أمر بحفر حفرتين عميقتين بجانب هرم والده العظيم، وأنزل المركبين فيهما. لقد صنع جدفرع المركبين على شكل أجزاء، وهذه حقيقة، إنها تظهر أنه أراد أن يساعد والده الميت. لم تجمع أجزاء المركبين حتى يتم ذلك في العالم الآخر، ويبحر خوفو في النيل السماوي مع الإله رع إله الشمس. وبعد مرور 4500 سنة ما تزال أجزاء المركبين سليمة، وقد تم تجميع أحدهما. دفن جدفرع أجزاء المركبين وأغلق الحفرتين، ثم أكمل بناء الجدار الذي أضافه إلى الهرم العظيم لإخفاء معالم الحفرتين. أخفيت الحفرتان جيداً وعثر عليهما عام 1955، وكانتا قد طمرتا ب42 كتلة حجرية تزن كل واحدة منها 20 طناً، وقد تمت تغطية هذا الموضوع في دراسة كتبها فاسل. توجد على الكتل الحجرية التي غطت الحفرتين تواريخ واسم جدفرع، ويذكر أحد هذه التواريخ السنة 11 من عهده. لم يعر الكثير من الباحثين هذا الدليل أي أهمية. يسمى المركبان حتى اليوم مركبي خوفو، مع ذكر القليل عن صانعهما. بينما كان المركبان سيؤمنان الحماية لخوفو في حياته الأخرى، شيد أبو الهول ليؤمن له الحماية على الأرض، وقد كانت محاولة نحت تمثال بهذا الحجم لأول مرة عملية خطيرة، فهل شيدوا شيئا مثله في السابق؟ لا نعرف متى ظهرت فكرة تشييد أبو الهول، لكن الذي نعرفه أنه وجد خلال عهد جدفرع. كان لدى جدفرع ميل لفن النحت، وفي العهود السابقة في المملكة القديمة كانت المنحوتات تصنع بأحجام صغيرة، وكانت تصمم من أجل القبور الملكية، وغالبا يتم عرضها في الغرف الخاصة حيث كانت التماثيل تنحت على هيئة الجلوس. ولم يهتم الفنانون لشكل ظهر التمثال لأنه كان يوضع ملاصقا للجدار. اكتشف فاسل أن جدفرع كان مفتونا بالحجارة، وقد عرف الموقع الذي كان ينقب فيه ابن إله الشمس عن حجارة دايورايت النادرة والقيمة بسبب وهجها الذهبي. هذا الأمر قاد فاسل إلى دليل آخر، وهو تمثال نصفي لجدفرع مصنوع من نوع الحجارة نفسه، ويوجد في مؤخرته كسر، ويعتقد فاسل أنه كان مربوطا إلى جسد حيوان. تم اكتشاف أبو هول آخر لكنه أنثى، وقد يكون التمثال لزوجة جدفرع. إنه قطعة جميلة، هذه أول مرة أراه فيها. لا نعرف سوى القليل عن هذا التمثال، لكنه مؤشر آخر على أن تمثال أبو الهول نحت في عهد جدفرع. لربما كان نموذجا لأبو الهول بعد أن اكتمل نحته. هناك انتقالات جميلة في نحت رأس تمثال أبو الهول من هيئة إلى أخرى، إنها انتقالات جميلة جدا ومعقدة. هذه إحدى أجمل القطع الانتقالية التي رأيتها في حياتي.
قد يكون حرفيو جدفرع نحتوا أبو الهول بحجم أصغر، لكن منحوتة بهذا الحجم تطرح مجموعة أخرى من المشاكل. منحوتة بهذا الحجم تحتاج إلى الكثير من الناس ليعملوا فيها، وهذا كان سيبطئ تقدم العمل، حيث يجب التأكد من حالة التناظر وأن الشكل من جانب يشبه الشكل في الجانب الآخر وأن العمل يسير بتناغم. بعد ذلك هناك خطوط الزينة الكبيرة والدقيقة والتي تحتاج إلى التقطيع على نحو واسع، لتتم بعد ذلك عملية التلوين. نرى اليوم أبو الهول على شكل حجارة عادية، لكن في مصر القديمة كل التماثيل تم طلاؤها وكانت تبدو مختلفة. كان لون الوجه مائلا إلى الاحمرار، أما الجسد فلا بد أنه قد تم طلاؤه. يمكنني تخيل ذلك، لابد أن منظره كان جميلاً، لكنني أعتقد أن ذوق المصريين القدماء في الألوان كان مختلفاً عن ذوقنا. يعتقد أن لون عيني أبو الهول كان إما أخضر غامقاً أو زيتونياً، كما أن لون الوجه ربما مال للإحمرار. أما غطاء الرأس فكانت له خطوط زرقاء وذهبية. أحضر أبو الهول معه أفكاراً قوية وبارزة ستبقى خالدة، أما جدفرع فقد أعطى للجيزة شكلاً جديداً. عندما أصبح جدفرع فرعوناً واجه تحدياً هائلاً. كان يعلم بأنه ورث عن أبيه بلاداً ضعيفة ومفككة، لكنه وضع أسساً للمستقبل، وعندما مات لم يتم إكمال بناء معبده أو هرمه، لكن صنعه للمركبين ولتمثال أبو الهول ضمن لعائلته حكم الجيزة لأجيال قادمة، وقد خلفه في الحكم أخوه غير الشقيق خفرع الذي بقي في الجيزة وبنى هرمه خلف أبو الهول. ذلك ليس عمله الوحيد، فقد أضاف معبداً لزيادة العناصر التي تمنحه القوة. كانت العائلة الملكية في الجيزة قوية جداً، إذ بنى ابن خفرع هرمه الخاص على الهضبة، جاعلاً من مكان الأهرامات الثلاثة ما نتفق اليوم على تسميته بهضبة الجيزة. لكن جدفرع الذي كان يعتقد أنه أهمل وهجر الجيزة هو الذي جعل كل ذلك ممكناً وبنى النصب الاستثنائي. مع مرور الوقت سنعرف ما إذا كان سيعترف لجدفرع مصمم الأفكار بعمله الرائع. قبل 20 سنة بدأ فاسيل دراسة أبو الهول، وبالتدقيق في كل التفاصيل اكتشف أن تاريخ هذا التمثال يختلف عما كان يظنه الناس. لقد وضع جانباً كل النظريات التي تعارف عليها الناس، ودرس تاريخ الفرعون الذي أهمله الجميع، وتوصل إلى هذا الحالم المجهول. كان مصمماً طموحاً ومدهشاً، وجد طريقة لحماية والده في الحياة الأبدية. وبعد أن تم جمع الحقائق المكتشفة أدرك فاسيل مدى أهمية نتائجه. عندما نجمع الأدلة والحقائق نجد أن جدفرع بعيد عن كونه ملكاً لا أهمية له، ويظهر كصاحب عقل مسيطر على هضبة الجيزة. العثور على المزيد من المكتشفات الأثرية في المستقبل قد يساعد أبحاث فاسيل على وضع جدفرع في المكان الصحيح من التاريخ، بحيث يعترف بأنه الفرعون الذي بنى أعظم تمثال على وجه الأرض، حارس هضبة الجيزة.